من شبيه خايفه منه ما هو يعرف يدير وقتها. شو هذا؟ هذا تشرب منه؟ هذا نقصد منه. الحق في الماء مضمون والمحافظة عليه وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع، هذا ما يقوله الفصل 44 من الدستور التونسي. لكن رغم ذلك نلقاه العديد من نداءات الاستغاثة في السنوات الأخيرة بسبب انقطاع المياه المتكرر في العديد من ولايات الجمهورية واللي يتواصل لساعات ولأيام ولأسابيع شتاء وصيفا وحتى في الأعياد. استغاثة متساكني المناطق الداخلية تخفي وراءها معاناة يومية خلفت حالة من الاحتقان ودفعت البعض للاحتجاج مطالبين بحقهم الدستوري في الماء وبحق الجهات المهمشة في توزيع عادل للثروة المائية. سيد الوالي أعطيني الماء راني عطشانة يا سيد الوالي. في الفترة الأخيرة تضاعفت المعاناة والصعوبات للحصول على مياه الشرب وسط توقعات بتفاقم الوضع مع مواجهة تونس انطلاقا من سنة 2030 لأكبر مشكلة مياه، علما وأنه بلادنا تعتبر تحت خط الشح المائي وحصة الفرد حاليا 450 متر مكعب في السنة. ولحل مشاكل تزويد المناطق النائية وبعض المناطق الريفية التجأت الدولة التونسية لبعض الجمعيات المائية اللي ظهرت في السبعينيات وهي جمعيات غير حكومية يتمثل دورها في تزويد التجمعات السكانية بالمناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عبر فريق يضم من 5-7 أشخاص متطوعين من سكان المنطقة ويبلغ عددها قرابة 1400 جمعية مائية تتصرف في 80% من الموارد المائية بالبلاد اللي ما تغطيهاش شبكة قنوات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أغلب الجمعيات هذه تعاني من مشاكل أثرت على مردوديتها، منها تفاقم ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إضافة إلى سوء التصرف وعدم تخصص العاملين فيها، ما خلى المواطنين في عدة أماكن من الأرياف يلتجؤوا إلى جلب المياه من الأبار المهجورة بسبب عدم صيانة الأعطاب اللي تطرأ على مستوى مضخات وأنابيب المياه رغم دفعهم لمعالم الصيانة دورياً. ويذكر أنه لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله قد تبنت في شهر جوان الماضي إلغاء العمل بالمجامع المائية الريفية وإلزام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقيام بدور توزيع مياه الشرب بالمناطق الريفية. الماء في تونس صحيح هو حق يكفل الدستور التونسي، لكن ضمان توفيره من طرف الدولة لأغلب التونسيين ما زال يلزم خدمة كبيرة واستراتيجية واضحة لتحقيق العدالة في هذا المجال. فهل نشهد قريبا تحركا لإنصاف الجهات المهمشة وتزويدها بالماء وبحقها في الحياة؟